مستعينين بالله عز وجل في ذلك. ما تيسر ذكره في هذه الورشة سأذكره على سبيل الإيجاز، أسأل الله أن ينفع به بكرمه وإحسانه. الأمر الأول، السؤال الأول، كيف يخلص المعلم في تعليم القرآن؟ هذا السؤال أعتقد كل ترى دورتنا هذه وكل يعني ورشتنا هذه ورش العمل القادمة ودورات قادمة، أي يعني ابحث ما شئت، كلها ترى مفتاحها واحد. كل الوسائل التربوية وفنون التعليم وكل شيء مفتاحها واحد، الإخلاص. إذا أخلصت في عملك، كنت تريد ما عند الله، والله يعلمك رب العزة والجلال، يفتح عليك من حيث لا تحتسب، يعطيك فوق ما تتصور، يجعل لك قبول لأنك أردت بتعليمك ما عنده سبحانه، يجعل لك قبول، القبول بيد الله عز وجل، المحبة بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت في عملك أحبك الله وجعلك محبوبا بين خلقه، جعل لك القبول في الأرض. كيف أخلص في عملي؟ أتذكر أنني هنا مكلف، أن هذه الدنيا دار ممر ليست دار مقر. أتذكر أنني أيام ولحظات سأغادر هذه الحياة، سأقبل على الكريم الواحد الأحد، فلأخلص عملي له عز وجل، ويكون مقصدي في عملي ما عنده سبحانه، فالتوجه إليه عز وجل. كيف الوسائل من الأشياء التي تعين؟ دائما دائما ذكر نفسك بما أعد الله عز وجل للصالحين، ذكر نفسك لماذا أنا خلقت، لماذا أنا موجود هنا، ما الذي ينتظرني إلى آخر هذا، ذكر نفسك بها دائما. تجرد من كل ما أثني عليك تماما، قل هذا بفضل الله، هذا كرم الله، ليس مني في شيء، اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله. لا تفرح بثناء الناس، الفرح بين قوسين الفخر والغرور. نعم، الفرح سرورا أن الناس يثنون عليك وأنت لم تطلب هذا الثناء، هذا افرح سرورا، ليس فرح الغرور والكبرياء، نسأل الله العافية، كما حصل كما قال عز وجل: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا الأمر الأول بالنسبة كيف تخلص في تعليم القرآن. الأمر الثاني، وهو الجانب مثاليات، نضع مثاليات لكن ما نطبق. طبق ما تتعلم. لا، كن واقعي في طموحاتك، كن واقعي في إدارتك لحلقتك، إدارتك لطلابك، كن واقعيا حتى تنجح. ضع خطة، ضع ترتيب، ضع إلى آخر، لكن كن واقعي، ضع أهداف عظيمة، نعم، لكن كن واقعي. الأمر الثالث، مشاكل وحلول. من أهم المشاكل أو الإشكاليات تصل بغياب الطلاب، حل هذا الغياب يكون بالتواصل، بإشعار الطالب بالاهتمام، بالقرب من الطالب. أيضا من الإشكاليات أن الطالب ما يكون بينه وبين المعلم أي علاقة، بالتالي الطالب يستمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ثم ينقطع، لأنه لا يوجد أي علاقة، لم يتعلق بالمعلم، وبالتالي لم يتعلق بما جاء به المعلم المعلمة، فيخسر هذا المشروع، يخسر هذا المشروع. حل هذا الإشكال أن يكون المعلم قريب من طلابه، أن يطور نفسه اجتماعيا، يأخذ بعض الدورات في فن التواصل، مهارات الاتصال مهمة جدا. الآن أنت ستحفز الطالب، إذا ما عندك هذه المهارات كيف ستحفز؟ كيف أن تعلم الطالب؟ ما عندك مهارات اجتماعية كيف ستعلم هذا الطالب؟ كيف تتخاطب معه؟ كيف تأخذ وتعطي معه؟ دائما المعلم لابد يكون عاطفيا عالي جدا، عاطفة عنده، لأن الجاف ما عنده مشاعر ما يعطي، ما يشعر الطالب بالحنان والعطف والرحمة والمودة، فاقد الشيء لا يعطيه.
النقطة الأخيرة، كيف ينجح معلم القرآن؟ اختصار، كن محمديا في تعليمك للقرآن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر إلى قربه صلى الله عليه وسلم من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر ذاك الرجل الذي يأتيه يريد الزنا امرأة الصحابة، فالناس تزجره، ثم يأتي هو ويحتويه بالكلمة الطيبة، ثم يبدأ يتدرج معه، أترضى أترضى أترضى، ثم يضع يده، انظر القرب، يضع يده على قلبه، اللهم طهر قلبه، حصن فرجه، يقول: فلم أجد في نفسي من ذاك في شيء أبدا أبدا. أصبح الزنا كان يريده، ثم أصبح أبغض شيء إلى قلبه. انظر الاحتواء، انظر المربي الأفضل، المربي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام قريب، كان عليه الصلاة والسلام ييسر ولا يعسر، كان عليه الصلاة والسلام لا يقول لا، ما عنده تكلف، حتى قال: لولا الشهادة لكانت لا هو نعم. دائما يحاول الإنسان، يعني عليه الصلاة والسلام، يحاول يساير صحابته، يحاول يمضي معهم فيما يريدون، ليس كما هو حال كثير منا: لا لازم أنا، لازم أنا، لازم أنا، لا لا لا، لا تعمل، لا تعمل، لا تعمل، دائما نقول لا، ما تفارقنا لا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيء لا، لولا الشهادة لكانت لا هو نعم. أنس بن مالك يخدم عنده سنوات، فيقول: ما عنفني قط، ما عنفني قط، وما قال لي لا قط، وما قال لي لما عملت كذا ولما عملت كذا. قلت: أين نحن المعلمين، ونحن الذين نعاتب طلابنا شبه يوميا، نعاتب الطلاب ليش، لماذا؟ لا، ما عندنا طبعا. طيب أنا أريد أفيد الطالب، بإمكانك تفيد الطالب، يعني الآن طالب متغيب، أستطيع أني أقول له: ليش تغيب، ليش كذا، هذا ضعف من عندك، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، أخسر الطالب. وأستطيع أني أقول له عكس أسلوب آخر، تحفيز إيجابي، أقول له: والله أني اشتقت إليك، والله أن تلاوتك ما تنسى، والله أني بأفرح إن شاء الله يوم من الأيام بختمتك، أنت كذا، أنت كذا. انظر كيف أكسب الطالب، وفي نفس الوقت أفيده ووجهه توجيه تربوي سليم. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، هينا سمحا قريبا متواضعا حنونا لطيفا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كان لقاؤنا هذا اليوم. إن أصبنا في شيء فمن الله وليس منا، وإن أخطأنا فمن عندنا ومن الشيطان. الشكر لكم بعد شكر الله عز وجل من قبل ومن بعد، شكرا لكم على ما أفدتم وعلى ما حضرتم. أسأل الله أن يعظم لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة، ونلتقي إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة بعون الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.